هل تريد أن تشتري شيئا يا سيدي؟ عندي سجادة صغيرة، مذياع جيب، قلم ذهبي، قميص من حرير. يا لها من مفاجأة، أنت تتكلم العربية. لا غرابة، أنا أتعلمها منذ صغري، بدأت في السنة السابعة من عمري وما زلت أدرسها حتى الآن. في الجامعة؟ لا، في المدرسة القرآنية. هنا في مدينة كراتشي؟ طبعا. ما اسمك؟ اسمي يونس، يونس أسلم، أسلم لقبي. وأنا عصام، هذا صديقي أمين. تشرفنا. عندك دراجة نارية غريبة. هي قديمة جدا ولكنني أعتني بها، أهدها لي أبي لأشتغل بها. إذن أنت تعمل وتدرس؟ أعمل لأدرس وأكل وأدفع ثمن الكراء وأشتري البضاعة للتجارة. لا شك أن أسرتك فخورة بك. أكيد، وأنا فخور بها أيضا. هل تريدان أن تشتري شيئا؟ عندي فكرة أحسن. متى تنتهي من عملك؟ حوالي الساعة العاشرة. لماذا؟ لأننا لا نعرف المدينة، وأقترح أن ترشدنا عبر شوارعها وأثارها. ليس عندي وقت كثير، ولكن اسمع، ستحصل على نقود إضافية، ومن جهة أخرى هذه فرصة لتمارس اللغة العربية معنا. حتى متى ستبقيان هنا؟ حتى يوم الجمعة المقبل. هل يمكن أن نحدد موعدا لبعد غد؟ يوم الأربعاء. يوم الأربعاء هو فاتح شهر رمضان. ما رأيك يا أمين؟ لا أرى مانعا. أين تقيمان؟ في فندق. خذ هذه البطاقة، عليها عنوان وهاتف الفندق. سأتصل بكما هناك يوم الأربعاء باكرا إن شاء الله. طيب، إلى الملتقى. هذه هي المدرسة القرآنية التي أدرس فيها، هيا ندخل. لا أحد هنا. الإمام فقط، ولكنه مشغول في مكتبه، هنا يدرس الأطفال الصغار. وأين تدرس أنت؟ في الطابق الأول، هيا نرى. أليس هنا مقاعد؟ المقاعد في المكتبة فقط. هل تريد أن تشتري شيئا يا سيدي؟ هل تريد أن تشتري شيئا يا سيدي؟ يا لها من مفاجأة، أنت تتكلم العربية. يا لها من مفاجأة، أنت تتكلم العربية. عندك دراجة نارية غريبة. عندك دراجة نارية غريبة. هي قديمة جدا ولكنني أعتني بها. هي قديمة جدا ولكنني أعتني بها. أهدها لي أبي لأشتغل بها. أهداها لي أبي لأشتغل بها. لا شك أن أسرتك فخورة بك. لا شك أن أسرتك فخورة بك. هل تريدان أن تشتري شيئا؟ هل تريدان أن تشتري شيئا؟ هذه فرصة لتمارس اللغة العربية معنا. هذه فرصة لتمارس اللغة العربية معنا. حتى متى ستبقيان هنا؟ حتى متى ستبقيان هنا؟ هل يمكن أن نحدد موعدا لبعد غد؟ هل يمكن أن نحدد موعدا لبعد غد؟ يوم الأربعاء هو فاتح شهر رمضان. يوم الأربعاء هو فاتح شهر رمضان. خذ هذه البطاقة، عليها عنوان وهاتف الفندق.
خذ هذه البطاقة، عليها عنوان وهاتف الفندق. هذه هي المدرسة القرآنية التي أدرس فيها. هذه هي المدرسة القرآنية التي أدرس فيها. هنا يدرس الأطفال الصغار. هنا يدرس الأطفال الصغار. المقاعد في المكتبة فقط. المقاعد في المكتبة فقط.